نشر حساب باسم سلمى الشيمي على الفيسبوك الصورة ديت ليها وهي بالحجاب وبالسبحة. ده الكلام ده اليوم 4 ديسمبر 2020، والتعليق بتاع الحساب وايت فرايداي سلمى الشيمي الجمعة البيضاء. انتوا ايه رأيكم في الصورة؟ شاركونا في التعليقات وهنشوف بقى ايه الموضوع من البداية وايه اللي حصل فيه بالظبط. قال محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصر الاثنين 30 نوفمبر 2020 أنه تم تحويل وقعة فتاة سيشن سقارة إلى التحقيق. وأضاف يوسف هذه الواقعة ملتبسة ومثيرة للجدل لأنها تمت في مكان مفتوح وليس في مقبرة أثرية، فهذه صور عادية، ولكن هناك خطأ حدث في هذا الأمر، وهو أنها تمسك الشارات الفرعونية في يديها، ويبدو أنها دخلت لالتقاط هذه الصور في توقيت لم يوجد فيه أحد من الأثريين أو العاملين في المنطقة الأثرية لأنها منطقة مفتوحة. ونحن لا نمشي وراء كل زائر، لأننا بذلك نحتاج إلى أفراد أمن بعدد زوار المنطقة، وهو أمر صعب. وتابع مدير منطقة آثار سقارة: ما يفعل الأزمة هو تداول هذه الصور ونشرها على السوشيال ميديا، وقد دخلت هذه الفتاة خلسة وقامت بالتصوير دون الحصول على تصريح. وهذا الأمر لا يستغرق وقتا طويلا، حتى أن الفيديو الذي قامت بتصويره لم يستغرق سوى دقيقة ونصف الدقيقة. وأكمل مدير منطقة آثار سقارة: ليست لدينا تعليمات باستيقاف الفتيات اللاتي يرتدين ملابس متحررة إلا إذا كانت تخدش الحياء بشكل واضح، وبخلاف هذا فكل شخص حر فيما يرتديه، والسياح يرتدون أكثر من ذلك ولا أحد يتعرض لهم. وواصل يوسف: حققنا في الموضوع من كل الجوانب، واستدعينا مراقبي الأمن المسؤولين في هذه الفترة، وأخذنا أقوالهم وأرسلناها للوزارة على الواتس، وسوف نفتش بدقة خلال الفترة المقبلة. ودي الصور اللي أثارت الجدل، بس الغريب إن هو بيقول إن السياح بيرتدوا أكتر من كده ومحدش بيتعرض لهم. طب لما كده بعت الواقعة دي للتحقيق ليه؟ ولا هو للسياح حاجة وإحنا حاجة؟ فعلا حاجة غريبة. من ناحية أخرى، أثارت موديل إعلانات وعارضة أزياء شابة اللي هي شفنا صورها اللي فاتت حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أحدث جلسة تصوير لها في منطقة سقارة الأثرية، اللي يتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل متسائلين عن دور وزارة السياحة والآثار في منع استغلال المناطق الأثرية في مثل هذه الأمور التي تشوه على حد رأيهم القيمة الحضارية للآثار، بعدما ارتدت ملابس فرعونية تشبه ملابس كليوباترا، مما فجر موجة عارمة من السخرية منها. وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات حول فتاة سيشن هرم سقارة. اسمها سلمى الشيمي وتعمل موديل إعلانات وعارضة أزياء. دي صور ليها تانية من على حسابها على الفيسبوك، ولو كانت بقى صورها ديت مشكلة يبقى المفروض بقى يشيلوا الصور اللي هي في المعابد الأثرية اللي على الجدران والحاجات الفرعونية، لأنها تقريبا نفس الصورة بتاعتها، مش كده برضو؟ شاركونا في التعليقات. من ناحية أخرى، قدمت الكثير من جلسات التصوير في أماكن كثيرة، وارتفع عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بعد السيشن الأخير، وبلغ حتى كتابة هذه السطور حوالي 40,000 متابع. قفز عدد متابعيها على الفيسبوك من حوالي 30,000 متابع
لأكثر من 80,000 متابع خلال أمس فقط بعد تداول هذه الصور. وأحال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واقعة قيامها بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني، والتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وقال محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة إن عارضة الأزياء دخلت المنطقة بتصريح تذكرة دخول عادية وليست تذكرة أو تصريح للتصوير، وهي ترتدي عباءة عادية مما لا يثير أي شك داخل الأثريين بالمنطقة، وكان بصحبتها شخص وعلى ما يبدو أنه المصور الذي قام بالتقاط الصور الفوتوغرافية، وعندما دخلت وتجولت بالمنطقة قامت بخلع العباءة داخل فناء المنطقة، وكانت ترتدي أسفلها الملابس الفرعونية والتي ظهرت في مجموعة الصور التي نشرتها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. انتوا ايه رأيكم في الموضوع؟ شاركونا في التعليقات لعارضة الأزياء اللي أثارت الجدل. وقال مدير منطقة آثار سقارة لليوم السابع أن الملابس التي ظهرت بها الفتاة بها في مجموعة الصور لا تليق بالحضارة المصرية ولا وضع الآثار. تعد ازدراء للحضارة المصرية القديمة لأنه لا يليق أن تعبر عن التاريخ المصري القديم بهذه الصورة. وأوضح مدير منطقة آثار سقارة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فور علمه بالواقعة قام على الفور بتحويل العاملين بالمنطقة للتحقيق. والأمر قيد التحقيق في النيابة العامة والنيابة الإدارية، وسيتم استدعاء جميع العاملين بالمنطقة إلى جانب الفتاة صاحبة الصور. ونفى المصور حسام محمد الشهير بأورتيجا ما تردد بشأن إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن بعد إحالة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واقعة تصوير عارضة الأزياء سلمى الشيمي داخل منطقة سقارة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة. وأكد أورتيجا أن الأمر لا يستدعي كل هذه الضجة التي وقعت إثر نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لافتا إلى أنه في انتظار تواصل الأمن معه لإخبارهم بالحقيقة كاملة. وقال: ما تقبضش عليا، أنا لسه في بيتي زي ما أنا. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا.